منذ عام 1979 وتستمر الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء في عطاءاتها الإنسانية كمركز متخصص لزراعة الأعضاء، والذي يعتبر من أنشط المراكز على مستوى الشرق الأوسط. نفذ ما بين 80 إلى 100 عملية سنويا في زراعة الفشل الكلوي، إلى جانب تصدر الكويت الدول العربية في التبرع بالأعضاء. هناك سنويا ما يقارب 400 شخص يصاب بالفشل الكلوي النهائي في دولة الكويت بسبب تفشي مرض السكر والضغط ومضاعفاتهما، والنصف من هؤلاء مرشحون لزراعة كلية جديدة. وبالرغم من توفر الإمكانات الطبية التي نفخر بها في دولة الكويت لإجراء أعداد أكبر من هذه العمليات، إلا أن نقص المتبرعين بالكلى يعد عقبة رئيسية في ذلك. طبعا زراعة الأعضاء لا يمكن إجرائها إلا بوجود متبرع، وهناك نقص شديد في عدد المتبرعين بالأعضاء، ولذلك يجب تكريم جميع المتبرعين لتشجيع الناس على التبرع بالأعضاء سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة. طبعا التبرع أثناء الحياة قد يفيد مرضى فشل الكلوي وأحيانا مرضى فشل الكبد، لأنه يمكن أن تبرع بجزء من الكبد لمريض يحتاج إلى الكبد، أما بقية الأعضاء فيجب أخذها من الوفيات الدماغية. إنجازة قسم زراعة الأعضاء وتبوأ الريادة في المنطقة العربية يضفي جوا من الإخلاص بالعمل، ويكرس العطاء الإنساني في الكويت ما بين متبرع نذر تبرع لوجه الله ومتبرع آخر قدم عضو من أعضائه لأم أو أب أو أخ أو أخت، بل تجاوز العطاء محيط الأسرة ليشمل كل محتاج. أنا ما أقدر أحس هالإحساس، ولكني أتكلم من متبرع أخذ جزء من أخذه. أنا أعتقد هذه أعظم هدية أنتم مقدمينها للمرضى. هي ليست مجرد إنقاذ حياة إنسان، وإنما إنقاذ ربما حياة أسرة متكاملة. إحنا بحاجة إلى تبرع أكثر. الآن كل العمليات تصيب الكويت تقريباً من 80 إلى 100 عملية سنوياً، وهذا العدد جداً قليل مقارنة بمرضى الفشل الكلوي، بالتالي إحنا بحاجة إلى أعداد أكبر من هذا العدد الموجود حالياً. إذن نحن أمام لوحة إنسانية يغذي بها المواطن والمقيم الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء، ويقدم رسائل إنسانية تعيد الحياة للكثير بتبرعهم الإنساني. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.